فكرة المعرض هي جزء من ثقافتي، جزء من حياتي بصفة أنا أنحدر من منطقة جنوبية جنوب العراق ومنطقة محاذية للأهوار. المعدان فئة مهمة جدا من 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 مجتمع ونسيج المجتمع العراقي. المعدان فئة غير مسلط عليها الضوء، وما حد يعرف شين هاي الكلمة، ما حد يعرف فين. غالبا ما نعرف انه المعدان او المعيدي هو الشخص اللي يعيش في منطقة الهوار. كثير الابحاث اللي كنت اقوم بها ويعني اقرأها من مختلف الباحثين كنت اوصل لشيء مهم جدا، انه دغلة غالبا ما يكون بنسبة كبيرة جدا اصل سومريين، يعني اصلهم سومريين، هاي واحدة، او من حضارة اكادية، لسبب لان اول شيء لغاية الان يتكلمون هذه اللغة، اللغة السومرية او اللغة الاكادية القديمة. غير هذا لغاية الان يستخدمون كل وسائل التنقل اللي هي المشحوف اللي هي سومرية. لحد الان بيوتهم الصرايف هي نفس البيوت عند السومريين. هذا المعرض هو عبارة عن وقوف مع ذغلة، يعني هم واقفين داخل أعمالي، أنا أشعر نفسي أيضا واقف وياهم، أنا جزء منهم، جزء من هذه الثقافة العظيمة وثقافتنا، ثقافة العراقيين. المعرض مالتي يتضمن لوحات ووتر كلر المائية وزيت، والتخطيط أيضا عنده كم لوحة تخطيط، فنان جيد جدا ولوحاته رائعة وألوانه أيضا جميلة. هو الطابع طابع الجنوب، طابع الأهوار، يعني هو دي يعكس، هو في وقته، أنا أحس في وقته ممكن أنه نرجع لهاي الأصالة ولهذا التراث، لأن على كل فنان عراقي أن يتأصل حتى ولو من ضمن بيئته. فراح تشوف انه مجموعه فنانين تشكيل راح يشكلون مجموعه، يعني مجموعه محافظات العراق. المعرض رائع، ويعني حسسنا قد ايه هو عنده حنين للماضي، هو مهدي هذا المعرض لروح والده ووالدته. سالم دائما معودنا على شغله الرائع، في من خلال الالوان حسيت بالحزن شوي، بس شيء جدا رائع. أتمنى له كل التوفيق، وإن شاء الله من هذا المعرض للأحسن وللأحسن وللأحسن إن شاء الله. رأيي بهذا المعرض بنضج، برؤية موحدة، بمعالجة فنية، بموضوع أيضا. فلذلك هذا المعرض رأيي الخاص أنا أنه به تكامل أكثر من بقية معارض الأول والثاني والثالث، فهذا الرابع يعني أنا مثل ما ذكرت كشخص ممتهن هاي المهنة ارتحيت جدا منها. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.